بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنصور طريقة عمل الشموخ، دهان الشموخ من دهانات الجزيرة، منتج خاص بدهانات الجزيرة. يعني أول حاجة الحيطان بعد الأساس والمعجون والصنفرة والبخانة بتتبطن أساس من نفس لون المادة اللي أنت هترشها. يعني لو انت هتعمل لون ازرق هتبطل ازرق، هتعمل لون رصاصي هتبطل رصاصي. عامة هو المنتج بيجي لك اساسه مع بيكون عبارة عن بلاستيك مطفي او بلاستيك ربع لمعة، يعني في هو زي كده. يعني في الشموخ، قبل بس ما نتكلم، عاوزين نوه الاخوة اللي بيتابعونا على اليوتيوب يقدروا يتابعونا على جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة. جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة. الشموخ طبعا عشان ما بترش لازم تلزق حوالين زينه، طبعا السقف عشان متشطب ابيض لازم تلزق ورق مسافه كبيره علشان الرش ما يعديش على السقف. الشبابيك زي ما انتم شايفين الشبابيك برضه لازم تتغلف كده بالورق بالشفرطون والورق. الوزره تحت برضه الارضيه لازم تتكنس ما يكونش فيها عليها تراب عشان الهواء ما يطلعش على الجدار، وتلزق شفرطون تحت. الابواب نفس الحكايه، لازم تلزق على الابواب، تلزق على المفاتيح، تغلف الغرفه كلها، بس الرش قدام منك هو اللي يكون ايه جاهز على الرش على طول. دلوقتي هنروح نجهز الشموخ. تابعونا دلوقتي، تعالوا معايا دلوقتي نشوف تجهيز الشموخ. دلوقتي احنا هنبدا بقى في تضريب الشموخ. طبعا المنتج اهو ده لون اسمه كريستال زي الرصاصي كده. بنفتح الجالون، هيكون عليه المادة بتاعته كده، بنقلبه الأول قبل أي حاجة. هنقلبه كويس، وعندنا البريق بتاعه هنضيفه عليه. في ناس بترش من غير بريق وفي ناس بترش ببريق، دون المطفي ودون اللماع. دون البريق اهو بنفتحه ونقلبه برضه الاول كويس، اللي هو البريق بتاعه اللي هو ده اللي هو بيعمل زي الترتل يعني كده. هنضيف بقى ده على ده، شيف حسن قلت شيف شربين. طبعا هو المادة زي الترتر بالظبط، يعني المادة زي الترتر بالظبط، فيها لمعة الترتر بالظبط. احنا بنضيف عليه عشان يدينا لمعة الترتر دي على الجدار. نقلبه كويس. بعد هو قلبناه كويس كده جاهز على الرش، بس هنزوده شوية مية. هنقسمه طبعا في جالون تاني. هو دي مية، دي مية عشان ما حدش يفكر ان هي حاجة. هنزوده مية ونظبطه على الرش بحيث ان هو يخرج من المسدس كويس، ما يبقاش تقيل يعني ولا حاجة. يعني ممكن نزود علبتين مية، 3 علب مية، المهم ان احنا ايه بنخفه كأننا بنخف بوجة عادية للرش خالص. يعني دلوقتي بقى جهزنا البوهية وخفيناها على الرش، بنحطها في المسدس العادي، فتحة المسدس 1/8، فتحة عادية خالص يعني. وهنبدأ بقى نرش بقى الجدار كله من أوله لآخره. هننزل الكمية، ترجعوا كده.
تاني، الغرفة كلها كده كلها أول وش وبعدين أرجع أرش تاني وش، ولو احتاجت وش تالت بديها وش تالت على حسب كثافة البوية اللي هي طلعت على الجدار. شوية كده تعبانة، احنا نخش الوش التاني إن شاء الله. بعد ما خلصنا الوجه الأولاني بتطلع معانا فيه اللمعة بتاع الكريستال دي بتاع اللؤلؤ اللي هو زي الترتر ده، مع الإضاءة طبعا بيطلع بيضوي معانا بالشكل ده. ده الوجه الأولاني، لسه بقى هرش بقى الوجه التاني بنفس النظام اللي انتوا شفتوه. هتزيد لمعته شوية عن كده. طبعا بعد ما خلصنا الوجه الأولاني هنبدأ دلوقتي نرش بقى الوجه التاني، بعد ما نسيبه ينشف شوية كده يعني ياخد جفاف كويس كده، هنبدأ بقى نرش الوش التاني زي ما رشنا الوش الأولاني بالظبط. اسود عندي اللي هو لون اسود، يعني هناخد تيب 1 سنتي بالطول كده تدريجي وهنبدا نرش منه الشموخ، وبعد ما نرش الشموخ نشيل التيب، تفضل الارضيه باللون اللي هو الاسود والتاني بالشموخ لما هيدينا شكل، يعني شكل جديد من اشكال اللي هو يعني الشموخ.
مثلا هو عليك ينفعش يجيب ما ينفعش ما ينفعش بعد ما خلصت رش الجزء اللي هو اللي تحت ده كله والشيل هرجع اعد وش الوجه تالت علشان اعمل كثافه علشان لما افك التيب يبان ان في كثافه حوالين ال حوالين ال التيب يعني. طبعا خلصت كل السيب اول زي ما انتم شايفين كل الطرقه هرش بقى كلها وجه تاني وافك التيب ده على طول يعني مش هستنى على طول مش هستنى عليه مش هغيب عليه. دلوقتي خلاص خلصنا كده رش الشموخ بنفك بقى الترتيب اهو بيطلع معانا بالشكل ده قرب كده اهو عشان تجيب لمعته وتطلع معانا بالمنظر ده كده اللي هو الشكل اللؤلؤي ده الصدفي كده. خلاص كده انتهينا من شرح مهام الشموخ. بننبه تاني على الاخوه اللي بيتابعونا على اليوتيوب يقدروا يتواصلوا معانا على جروب فيسبوك مدرسه الدهانات والديكورات الحديثه جروب فيسبوك مدرسه الدهانات والديكورات الحديثه. طبعا كل الشكر للاخوه القائمين معايا على العمل المعلم السيد محي الدين المعلم حازم كلبايه كان معكم اخوكم محمد المعداوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.